السلام عليكم. عندكم ذهب؟ هلا 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 يا نور تلقلق وانجلى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا مبارك. اتفضلوا اتفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ايه المناسبه؟ شبكه. شبكه. اها ربنا يجعلها شبكه الخير والهنا والسعاده. شبكه من غير فكه ان شاء الله. مبروك. ايه الصوت ده؟ دي زغروطه الكترونيه. انا خلاص يا بنتي كبرت ما بقتش اقدر ازغرط بنفسي. فين العروسه؟ ما اكيد انا مش هتجوز خالتي يعني. مالها خالتك يا واد؟ لا خالتك ما جوزلكش يا ابني. اهو طب انتوا ايه جايين تاخدوا شبكه من غير عروسه؟ اللي واقفه ورانا دي. الله زغنونه حلوه قوي. طب اتقربي يا بنتي قربي. خلاص حضرتك انا هشوف من عندي هنا كويس. ممكن اقعد؟ طيب اقعدي. حما حما الماز حر. ايه رايك؟ حلو. خلاص يبقى نقول مبروك. انت يا عم حسب الله بكام ده؟ 120,000 جنيه بس. ايه؟ هو بصراحة ذوقه عالي قوي. بس ذوقه عالي قوي قوي يعني. لا ممكن لو سمحت نشوف حاجة أرق شوية. أرق؟ ماشي عمة الحقنا بالأرق يا ابن سرعة. أرق أرق ده الأرق؟ الأرق أرق ولا لا؟ هو حلو بس اكيد مش هيعجبني. بكام ده لو سمحت؟ ١٢,000 جنيه بس. باشا صحصح معايا كده الله يبارك لك. شكله كبير قوي على ايد خطيبتي. شوف لنا حاجه ارق. وريني صوابعك يا عروسه. الله صوابعك حلوه قوي. لا ده انا ممكن اقدر اظبطه على مقاس اي صبع في صوابعها. لا هو حضرتك يقصد حاجة أرق. أرق. محمد يلا يا ابني يلا. محمد يلا خلصني خلصني. خف ايدك شوية والنبي يا محمد الله يبارك لك. خف انت خف انت بس الكلام عشان انا مش بحب. يلا يا ابني خلصني. اوعى يلا اختار. هو ده. خلاص ده ما ينفعش لوحده. ما فردته ايه؟ فردته. فردته. ١٠٠٠ جنيه بس. الله ده احلى حاجة في المحل. ماشي اي حاجة اللي تشوفيه. اللي تشوفيه يبقى عجبك يا حياتي. انا بصراحة ما كنتش اعرف ان انا رقيقة قوي كده. هو كده كده مش هيتشاف في ودني اساسا. انت تستاهل ابو 120 الاولاني. لما هي الدنيا كده حظوظ نصيبك كده. ربنا يصبرك ويقدرك. مبروك.